ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلاً ومرحباً بكم معنا في الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية والأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى إيت أمس، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنتحدث عن تجربة المشاركين في مختلف مشاريع ويكيميديا المغرب من خلال الحوار مع السيدة فاطمة ياسين وكل من السيد مصطفى ملو، الحسين أيتيسبس والسيد الهاشم بيسلسال. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيوفي. قبل البدء في الحلقة دعوني أرحب أولاً بضيوفي السيدة فاطمة ياسين. أهلاً بك. أهلاً أستاذة لبنى. أهلاً بك سيدة فاطمة. والآن سأرحب بالسيد مصطفى ملو. أهلاً بك. شكراً الأخت لبنى، وتحية لك وتحية للضيوف ديالك، وشكراً جزيلاً على الاستضافة. أتمنى أن نكون عند حسن الظن. شكراً لك سيد مصطفى. والسيد الحسين بن تيفس، أهلاً بك. شكراً أخت لبنى، شكراً شكر موصول أيضاً للحاضرين في هذا اللقاء. أهلاً بك سيد الحسين. سيد هاشم، أهلاً وسهلاً أستاذة، ومرحبا بالحضور الكريم. أهلاً بك سيد هاشم. أهلاً بكم مستمعين الكرام. والآن سنبدأ مع السيد مصطفى ملو ليحدثنا عن تجربته في مسابقة التحرير حول المغرب. لكن قبل ذلك سيد مصطفى، هل يمكنك أن تعرفنا بنفسك؟ إذن الأخت لبنى، تحية للجميع، تحية للمتابعين وللمستمعين. أنا مصطفى ملو، أستاذ مادة الاجتماعيات في السلك الثانوي الإعدادي، محرر في ويكيبيديا وعضو ويكيميديا المغرب. شاركت في مجموعة من المشاريع التي نظمتها ويكيميديا المغرب، سواء يعني منفردة أو بشراكة مع جمعيات ومؤسسات أخرى كشبكة القراءة في المغرب. أهلا بك سيد مصطفى معنا اليوم، وشكرا على قبولك الدعوة. أولا، الآن أود أن أطرح عليك سؤالا، هو كيف تعرفت على مسابقة التحرير؟ يعني كيف تعرفت عليها؟ عن هل عن طريق الفيسبوك، عن طريق صديق، أم كيف؟ إذا كما قلت الأخت لبنى، فقد تعرفت على مسابقة التحرير في ويكيبيديا عن طريق صفحة ويكيميديا المغرب على الفيسبوك. يعني لم أكن أصلاً أعلم بوجود ويكيميديا المغرب حتى صادفت هذه المسابقة. نعم سيد مصطفى، وهنا أريد أن أذكر مستمعينا الأفاضل أنه لنا صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صفحة مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، سواء على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى تويتر أيضاً. سيد مصطفى، كيف كانت تجربتك خلال هذه المسابقة، وما هي المواضيع التي كتبت عليها؟ إذن بالنسبة لتجربتي في مسابقة التحرير يعني المتعلقة بالمغرب، فقد كانت يعني تجربة غنية، كسبت من خلالها مجموعة من الأمور وتعلمت منها مجموعة من الأشياء كالترجمة مثلا التي لم أكن أعرفها. وبالنسبة للشق الثاني من سؤالك الأخت لبنى المتعلق بالمواضيع التي أهتم بها، فهي يعني تخص بالخصوص التراث المغربي والتاريخ المغربي على العموم. ثم بالنسبة كيف يعني يمكن لهذه المشاركات أو هذه المسابقات أن تساهم في إغناء المحتوى المغربي في ويكيبيديا، فإذا كما تعرفين الأخت لبنى، إذا ما قررنا المواضيع المكتوبة باللغة العربية مع لغات أخرى كالإنجليزية مثلا أو الفرنسية، سنجد بأنها قليلة جدا،
فما بالك إذا تعلق الأمر بالمغرب؟ يعني أن من شأن هذه المسابقات أن تؤدي ولو بشكل نسبي إلى سد هذه الفجوة وهذه الثغرة المتمثلة في النقص الكبير في المواضيع المنشورة في ويكيبيديا حول المغرب، ثم بعد ذلك سيأتي الرفع من جودتها بالتحسين والتعديل. يعني المهم من هذه المسابقات أولا هو إغناء المحتوى من حيث الكم، ولأن الجميل في ويكيبيديا هو هذه الإمكانية للتعديل والتحسين. نعم أكيد سيد مصطفى، هنا أود أن أسألك عن التحديات التي واجهتك أو واجهت المشاركين في هذه المسابقة، وكيف قمت بتجاوزها؟ إذن بالنسبة للتحديات التي تواجه الويكيبيديين على العموم الأخت لبنى، فأولها هو ندرة المادة المصدرية. يعني البعض يظن بأن الكتابة أو التحرير في ويكيبيديا أمر سهل، ولكنه في غاية الصعوبة، بل لا يقل صعوبة عن الكتابة الأكاديمية التي تحتاج إلى المادة المصدرية، خاصة فيما يتعلق بالتراث والتاريخ المحليين. ثم هناك مشكل أكبر الأخت لبنى، والذي أتمنى يعني أن يتم تجاوزه في المستقبل، هو تعرض المقالات للحذف ساعات بعد نشرها بدعوى عدم ملحوظيتها. السبب في نظري هو ضبابية سياسة الملحوظية نفسها. فما هو ملحوظ مثلا بالنسبة لسعودي لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة لمغربي. ثم بين قوسين يمكن أن أتحدث عن وجود شروط تعجيزية فيما يتعلق مثلا بملحوظية الكتب، إذ لا يمكن لكل الكتب مثلا أن تحصل على جائزة، ولا أن تحقق ثورة فكرية، ولا أن تصدر عن دار نشر مشهورة. كما أن كتبا كتب لها النجاح وحققت مبيعات خيالية، رغم أنها في الحقيقة كتب عادية جدا ساعدتها ظروف ما على البروز والشهرة، بينما كتب أخرى لم يكتب لها ذلك لأسباب يضيق المجال لسردها. لذلك أرى أنه يجب تغيير سياسة الملحوظية واعتبار شهرة الكاتب ومسيرته الإبداعية كافية لتكون لكتبه مقالة في ويكيبيديا. حتى لا أطيل، يعني المشكل الكبير هو في سياسة الملحوظية. وما قيل عن الكتب الأخت لبنى يقال عن المنظمات والمؤسسات، وسأعطيك مثال حول جمعية يعني غير ربحية حازت على العديد من الجوائز وتشارك في الحياة الثقافية بالمغرب، وهي شركة ويكيميديا المغرب ووزارة الثقافة. و ربما تعرفين الجمعية التي أقصدها هي شبكة القراءة بالمغرب. بعدما نشرت مقالا حولها يعني تفاجأت بحذفه من قبل أحد الإداريين، في حين أننا نجد مثلا شركات خاصة وربحية نشرها هذا الإداري نفسه. يعني كيف يعقل أنه جمعية غير ربحية وجمعية يعني حازت على العديد من الجوائز يحذف مقالها، بينما مقالات عن شركات خاصة لا تعتبر أو يعني موجودة في ويكيبيديا إلى اليوم، في حين أنه يمكن أن نصنف هذه ضمن الدعاية الصريحة. المهم هذا فيما يتعلق بسياسة الملحوظية حول المؤسسات والكتب. وكذلك بالنسبة للأشخاص، فهناك أشخاص يعني لهم مقالات في ويكيبيديا ساعدتهم الظروف للشهرة وساعدتهم كذلك المناطق التي عاشوا فيها وترعرعوا فيها، بينما يعني شخصيات أخرى ساهمت في تاريخ المغرب وفي المقاومة المسلحة على سبيل المثال، ولا توجد حولهم مقالات في ويكيبيديا. وما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم ينتمون إلى الهامش. فإلى متى يعني ونحن نبحث في ويكيميديا المغرب ونبحث لسد هذه الفجوة بين الهامش والمركز فيما يتعلق بالمواضيع المنشورة يعني حول المغرب؟ على أي المشاكل أو التحديات هي ندرة المادة المصدرية وسياسة الملحوظية التي تبقى في بعض الأحيان صراحة تعجيزية. كيف تجاوزت تلك الصعوبات؟ تجاوزتها باللجوء إلى ويكيميديين مغاربة، وهنا سأسمي يعني الأخ منير ندي، وهو عضو ويكيميديا المغرب الذي أدين له بكل الشكر. يعني السي منير ما عمري وقفت عليه ورفض لي الطلب، كان واقف معايا من البداية إلى النهاية، واستفدت منه بزاف. صحيح سيد مصطفى، فهنالك مجموعة من التحديات التي تطال المحررين سواء المبتدئين وأيضا المتمرسين، فالملحوظية هي من أهم المشاكل التي نعاني منها كمحررين، وأيضا يعني المقالات التي تحذف لأسباب معينة. وهنا أود أن أوجه
تحية شكر للسيد أو الأستاذ منير ندي على العمل الكبير والمجهودات التي يقوم بها في مساعدة المشاركين، وأيضا في تطوعه في هذا المجال. وأيضا أود أن أشكر باقي الأعضاء على مساعدتهم وكل ما يقومون به. هنا سيد مصطفى، تحدثت عن المحتوى المغربي على ويكيبيديا، كيف تجده مقارنة مع محتوى البلدان الأخرى؟ إذا بالنسبة للمحتوى المتعلق بالمغرب في ويكيبيديا أجده متنوعا وثريا، وإن كان قليلا كما أسلفت يعني فهو في الحقيقة يجب أن نعترف قليل بالمقارنة مع ما يكتب حول دول أخرى، وهذا راجع بالأساس وقد قلتها في مجموعة من اللقاءات إلى قلة حتى الإداريين المغاربة، يعني هم على رؤوس الأصابع كما يقال. إذا قارنا مثلا المواضيع المكتوبة حول المغرب بتلك المكتوبة حول دول الشرق فهناك يعني فارق كبير، ولكن الأجمل في المحتوى المغربي كما قلت هو متنوع وانخراط الشباب في تحرير هذا المحتوى. إذا أعتقد أنه لو قمنا بحساب متوسط أعمار المساهمين في ويكيبيديا سنجد أن المغاربة ضمن الأقل عمرا، وهذا مؤشر إيجابي على محتوى المغرب، على أن محتوى المغرب سيكون أفضل وأغنى مستقبلا. مثلا عندنا واحد الإدارية اللي هي فاطمة الزهراء، يعني أنا تفاجأت عندما عرفت بأن عمرها لا يتجاوز العشرينيات، وهذا أمر جميل يعني ويبشر بالخير. نعم سيد مصطفى، وسأرجع إلى قولي الذي أقوله دائما في كل حلقة، نحن بحاجة إلى متطوعين كثر من أجل المساهمة في نشر المحتوى المغربي والمعلومات حول المغرب، لأنه كما هو معروف فويكيبيديا تقوم أو لا أساسها المتطوعون، أساسها هو التطوع من أجل نشر المعلومة والمعرفة الحرة. هنا سيد مصطفى سأرجع إلي معك إلى مسابقة التحرير حول المغرب، كيف كانت مراحلها، يعني كيف كانت أطوارها؟ أول ما تعرفت على المسابقة في ويكيبيديا، كيف تواصلت مع المسؤولين فيها؟ كيف كانت مراحلها؟ كيف كتبت أول مقالة لك؟ بالنسبة لسؤالك لبنى، فقد يعني مسابقة التحرير حول المغرب لم تكن هي الأولى، فقد سبق يعني كما سنتطرق إلى ذلك لاحقا أن حررت قبل هذه المسابقة. يعني عندما تم الإعلان عن المسابقة وجدت نفسي يعني مؤهلا نوعا ما للكتابة، ولم يبقى لي حينها سوى التعرف على شروط المشاركة والبحث في المواضيع يعني المقترحة إلى غير ذلك. أما بالنسبة للكتابة فهي في الحقيقة لم تكن أول تجربة. جميل جدا سيد مصطفى. بالنسبة للمسابقة أيضا، كيف كانت هذه المراحل؟ كيف تم التواصل بينك وبين مسؤولي المسابقة؟ ما هي شروط هذه المسابقة؟ أود أن تحدثنا أكثر عن ظروف مرور المسابقة، وخصوصا أنك أحد الفائزين بها. نعم، إذا بالنسبة للمسابقة فقد كانت شروطها على صفحة المسابقة في ويكيبيديا، وكانت موزعة إلى فئات، منها فئة الخبراء وفئة المبتدئين. ومن شروطها مثلا أن يكون المقال يتجاوز 4000 بايت كمثال، وأن تكون للمشارك تعديلات، يعني عدد من التعديلات حتى يصنف ضمن الخبراء. ثم يضاف إلى ذلك يعني ركائز ويكيبيديا المعروفة، من أن تكون المقالة ملحوظية وأن تكون موثوقة وأن تكتب بشكل موسوعي، يعني وأن لا تكون يعني مجرد نسخ حرفي من كتب أو من مواقع إلكترونية. هذا على العموم بالنسبة لمراحل المسابقة، والمسابقة يعني تمت في ظروف جيدة. هذا كل ما يمكن أن أقوله بخصوص هذه المسابقة. وثم لا أنسى كذلك بأنها فتحت مجموعات واتسابية، يعني مجموعات للتواصل عبر الواتساب، وقد كانت حتى هذه المجموعات كان لها دور كبير في التواصل اليومي والدائم مع المشرفين على هذه المسابقة والاستفسار حول بعض الصعوبات إلى غير ذلك، وحول مثلا بعض وحتى المراجعة، لأن ضروري أن تكون المقالة مراجعة، وبالتالي كنت على تواصل دائم مع المراجعين التلقائيين المغاربة على رأسهم منير ندي،
يعني كلما كتبت مقالا اتصلت به ليقوم بمراجعته وهكذا. يعني أركز على المجموعات الواتسابية أو مجموعات التواصل في واتساب، فقد لعبت دور كبير في نجاح هذه المسابقة. سيد مصطفى، هنا أود أن أسألك عن أول مقالة كتبتها في إطار هذه المسابقة، هل يمكنك أن تعطينا معلومات عنها؟ إذن بالنسبة لأول مقالة لي في ويكيبيديا، فقد كانت حول مجموعة من المقابر الجماعية بالمنطقة، يعني مقابر ترجع إلى آلاف السنين. أما بالنسبة لأول مقالة في مسابقة تحرير حول المغرب، فقد كانت في الحقيقة مقالة تعديلية، يعني قمت بتعديل وإضافة بعض المعلومات، وكانت حول جماعة النيف بالضبط، حول جماعة النيف التي ولدت بها. يعني كانت المقالة مسبقا في ويكيبيديا، وقمت بإضافة مجموعة من المعلومات إلى غير ذلك. جميل جدا سيد مصطفى، بناء على تجربتك ما هي الخطوات أو الاقتراحات التي تود مشاركتها مع الأشخاص الجدد الراغبين في المشاركة في مشاريع ويكيميديا؟ أنا كما قلت في لقاء مراكش، يعني حول قراءة ويكيبيديا في الفصل، أنصح المبتدئين بالانكباب على يعني أو التعلم عن طريق الفيديو. هذه هي الطريقة المثلى يعني التي تعلمت من خلالها. كنت مدمنا على الفيديوهات التي توضح طريقة مثلا تحرير، طريقة تنسيق، طريقة إضافة المراجع، طريقة إضافة صورة، طريقة مثلا كتابة العناوين إلى غير ذلك. إذن هذه هي الطريقة التي أراها يعني ناجحة، ويمكن أن تحقق للمبتدئين المبتغى، لأن يعني الاكتفاء بالقراءة فقط في صفحة ويكيبيديا في نظري الشخصي غير كافي. يجب أن يعني مشاهدة الفيديوهات التي توضح بالصوت والصورة كيفية التنسيق وكيفية التحرير بصفة عامة. نعم سيد مصطفى، فهذه الفيديوهات تساعد كثيرا على تعلم طريقة الكتابة وطريقة إنشاء حساب لأول مرة وما إلى ذلك، فهي جد مهمة. هنا أود أن أسألك، كيف تصف تجربتك مع مجتمع ويكيميديا المغرب؟ إذن بالنسبة لتجربتي مع مجتمع ويكيبيديا المغرب، فأشكر أولا كما قلت في البداية الأخ منير نديل، الذي بفضله تعرفت أصلا على ما هي ويكيميديا المغرب، لم أكن أعرف بوجودها أصلا. ويعني بعد ذلك اتصل بي الأخ منير نديل مشكورا، يعني اقترح علي الإضافة إلى أعضاء ويكيميديا ولم أتردد، وهكذا يعني أصبحت عضوا ضمن هذه التجربة باختصار. جميل جدا سيد مصطفى، هنا أود أن أسألك، هل شكلت صداقات من خلال مشاركتك في هذه المسابقة؟ هل يعني هل ستستمر في الكتابة في نفس المجال، خصوصا أنك أستاذ الاجتماعيات، وعندما نتحدث عن الاجتماعيات فإننا نتحدث عن التاريخ، الجغرافيا، وأنتم أدرى بهذا المجال. الأخت لبنى، أنا فقط لا أريد فقط مواصلة التحرير، بل أريد يعني زرع، وأريد زرع هذه أو هذا الفيروس بين قوسين، فيروس التحرير في ويكيبيديا في التلاميذ وفي يعني الأساتذة الآخرين. وقد قلت فكرة يعني استحسنها الأساتذة المشاركون في مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل. سألتهم سؤالا، يعني قلت لهم تصوروا لو أن كل أستاذ مغربي يكتب في العام مقالا واحدا حول المغرب في ويكيبيديا. يعني نحن الأساتذة مثلا 300,000 أستاذ، لو أن كل واحد فقط كتب مقالا واحدا فقط في العام، مع العلم أنه يمكن أن يكتب 10 و20، يعني سيصبح المحتوى المغربي غنيا جدا وثريا جدا ومتوفرا بكثرة. يعني باختصار، أنا لا أريد لهذه التجربة أن تبقى عندي، بل أريد أن تصل كذلك إلى الآخرين. وهنا يعني أضع نفسي رهن إشارة من يرغب في ذلك حسب يعني خبرتي المتواضعة جدا. نعم صحيح سيد مصطفى، فالأهم شيء هو التقاسم ومحاولة كتابة معلومات حول المغرب في ويكيبيديا. تحدثت
عن مشروع التعليم أو مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل الذي يشرف عليه السيد منير مدير رفقة أعضاء آخرين. فقط ما أود أن أقوله في هذا المجال، هنالك حلقة تتحدث عن مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل لمن يهمه الأمر أو لمن يود المشاركة في هذه في النسخة القادمة أو التعرف على البرنامج، فما عليه إلا أن يتابع الحلقة الخاصة بمشروع التعليم، وأيضا أن يتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فكما قلت هناك نقوم بنشر مختلف المستجدات حول المسابقات، حول البرامج، وأيضا معلومات حول المغرب وحول أشياء أخرى. سيد مصطفى، ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ إذن أنا أطلب من الشباب المغربي الانكباب على التحرير في ويكيبيديا، لأني يعني أعتبرهم جنود مثلهم مثل جنودنا البواسل المرابطين في مختلف الحدود. يعني الويكيبيديون هم كذلك جنود يعرفون بالمغرب ويدافعون عنه من خلال الكتابة في ويكيبيديا. فويكيبيديا يعني أصبحت بوابة نحو العالم، من خلالها يمكن التعرف على ثقافات وتاريخ وشعوب أخرى، وكذلك يمكن للمغاربة أن يعرفوا ببلدهم من خلال هذه الموسوعة العالمية. هذا كل ما يمكن أن أقوله. شكرا لك سيد مصطفى ملو على حضورك معنا، شكرا على تقاسمك تجربتك في المشاركة في المسابقة التحرير حول المغرب معنا، شكرا على تطوعك أيضا. هنا سأنتقل إلى السيد الحسين بن تيفس، هو عضو بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. سيد الحسين، هل يمكنك أن تحدثنا عن نفسك أكثر؟ مرحبا الأخت لبنى، مرحبا مجددا الأخت لبنى. الاسم حسين بن تيفاست، أستاذ، وأشتغل بصفة خاصة على معظم مشاريع ويكيميديا، وعلى الخصوص أهتم بالاشتغال على اللغة الأمازيغية على مشاريع ويكيميديا. أتحدث عن اللغة الأمازيغية المعيارية، وأيضا على متغير تشريحي على كافة مشاريع ويكيميديا. وأنا أيضا عضو من أعضاء ويكيميديا المغرب، مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. وأنا أيضا إداري على مشروعي ويكيبيديا تشريحي وويكيبيديا اللغة الأمازيغية المعيارية، كما أنني عضو مؤسس بهذين المشروعين. أهلا بك سيد الحسين. أولا أود أن أهنئك وأهنئ الفريق على انطلاق مشروع ويكيبيديا تمازيغت، هنيئا لكم سيد الحسين. هنا هل يمكنك أن تعطينا نبذة عن المشروع التوثيقي؟ شكرا شكرا الأخ لبنى. المشروع التوثيقي هو أحد المشاريع التي تسهر عليها مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، ويهدف المشروع إلى توثيق يعني الجماعات المحلية بالمغرب، وتوثيق يعني الآثار، توثيق الآثار والأماكن السياحية عن طريق صور أو عن طريق فيديوهات، وتحميل هذه الوسائط على مشروع ويكيميديا كومنز التابع لمؤسسة ويكيميديا. جميل جدا سيد الحسين. هنا كيف يمكن للمجتمع المغربي المساهمة بشكل فعال في جهود توثيق المحتوى على ويكي كومنز؟ كما يعلم الجميع، يعني بداية سأحاول إعطاء يعني نظرة على ويكيميديا كومنز التي يتم عليها الاشتغال في إطار المشروع التوثيقي للجامعات المحلية بالمغرب. مشروع ويكيميديا كومنز هو مشروع يمكن اعتباره مكتبة وسائط متعددة، يعني يمكننا أن نحمل عليه صور أو فيديوهات. إذن أحسن طريقة للاشتغال على يعني على هذا المشروع هو التقاط صور. يعني أولا علينا اختيار يعني الأماكن التي تستحق التوثيق داخل المغرب،
ثم العمل على إنجاز يعني صور توثيقية أو فيديوهات توثيقية لإعطاء نظرة يعني لأشخاص لم يزوروا قط هذه الأماكن عن يعني عن الجماعات المحلية المغربية أو عن الأماكن السياحية التي يزخر بها المغرب. شكرا سيد الحسين على هذه النبذة حول ويكي كامنز. هنا ما هي الأدوات والموارد المتاحة للمساهمة في توثيق المحتوى المغربي على ويكي كامنز؟ بخصوص الأدوات التي المتاحة أو الأدوات التي سنحتاجها لتوثيق بعض المناطق داخل المغرب، يعني بداية يجب أن يكون المساهم يعني على دراية باستخدام مشاريع ويكيميديا، مشروع ويكيميديا كومنز على الخصوص. ثم على المشارك أيضا أن يحدد الأماكن، يعني أن يحدد الأماكن التي تستحق التوثيق أو التي يجب توثيقها. مثلا يمكن مثلا أماكن سياحية، مثلا آثار طبيعية، أو مثلا مدن أو أحياء داخل المدن الكبرى مثلا. ثم ثالثا على المشارك يعني أن يوفر مجموعة من الأدوات التقنية التي سيستعملها في التوثيق. يمكن استعمال يعني يمكن اللجوء إلى الكاميرا، وفي حال عدم توفرها يمكن فقط استعمال مثلا الهاتف النقال لالتقاط صور أو لالتقاط فيديوهات للأماكن التي سيقوم بزيارتها. ثم عليه التنقل إلى هذه المناطق لالتقاط الصور والفيديوهات. ثم نهاية سوف يقوم ب يعني تأتي مرحلة الفرز، أي فرز الصور التي يراها المساهم بأنها معبرة أكثر على الأماكن التي قام بزيارتها. ثم نهاية عليه أن يقوم بتحميل يعني هذه الوسائط أو هذه الملفات على مكتبة ويكيميديا كومنز، مع احترام التراتبية أو مع احترام التصنيفات التي تقدمها ويكيميديا كومنز في إطار المشروع التوثيقي للجامعات المحلية في المغرب. شكرا سيد الحسين على جوابك. هنا أود أن أسألك عن تجربتك في هذا المشروع، كيف كانت تجربتك؟ ما هي الصعوبات التي واجهتك في أثناء التصوير؟ أيضا ما هي المناطق التي قمت بتوثيقها؟ بخصوص الصعوبات فهي متعددة، لكن يعني سأذكر هنا على الخصوص يعني صعوبة إيجاد الأماكن التي سأقوم بتوثيقها. يعني الصعوبة هنا تكمن على الخصوص في اختيار المكان، يعني الأماكن التي تستحق التوثيق أو الأماكن التي ستعطي إضافة للمحتوى المغربي داخل ويكيميديا كومنز. ثم الإشكال الثاني الذي واجهته بحدة هو التقاط الصور، يعني مع العلم أن مثلا في الأماكن مثلا الطبيعية أو في الأماكن السياحية قد يكون من السهل التقاط الصور، لكن في الأماكن التي تشهد يعني حضور عمراني وحضور ديموغرافي مهم يكون من الصعب التقاط صور، لأن الأغلبية يعني يرفض. يمكن مثلا أصحاب المنازل أو السكان يمكن أن يرفضوا التقاط صور لتلك المنطقة. ثم ثالثا تكون الصعوبة في اختيار الوقت المناسب الذي سيؤدي يعني لالتقاط صور مناسبة لذلك المكان. بخصوص الأماكن التي قمت بتوثيقها، قمت بالاشتغال على 3 مناطق وعلى 3 أقاليم: إقليم الزلال، إقليم الحوز، وإقليم قلعة السرعنة. اخترت هذه الأماكن لقربها من المكان الذي أسكن فيه. هنا سيد الحسين، أود أن أسألك عن نوع الدعم أو الموارد التي تلقيتها من المشروع، مثل التمويل الصغير أو التوجيه لمساعدتك في جهود التوثيق. بخصوص الدعم الذي تلقيته من أو الذي تقدمه مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، فهي تقدم يعني بداية يعني تقدم يعني دعم توجيهي يعني للمساهم في هذا المشروع، يعني تساعده على فهم طريقة الاشتغال
أولا طريقة يعني التقاط طريقة اختيار الأماكن التي سيتم توثيقها، ثم طريقة يعني طريقة تحميل الموارد التي أنتجها المساهم على منصة ويكيميديا كومون. ثم من الناحية المادية يعني تقدم يعني تسهر مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب على توفير يعني على توفير الدعم المادي للتنقل والدعم المادي أيضا يعني للتغذية إلى آخره. يعني بهذا يكون المساهم يعني متوفرا على جميع الموارد التي سوف يحتاجها لإنجاح يعني لإنجاح المهمة التي كلف يعني بإنجازها في إطار المشروع التوثيقي. سيد الحسين، أود أن أسألك عن ما هي الفوائد التي يمكن أن يحققها مشروع توثيق ويكيميديا المغرب على المدى الطويل؟ يعني على المدى الطويل المشروع يعني بدون شك المشروع سيعطي يعني إضافة لحضور المحتوى المغربي على كافة مشاريع ويكيميديا، ليس فقط ويكيميديا كومنز، مع العلم أن الموارد المتوفرة على مشروع ويكيميديا كومنز يتم استخدامها في كافة المشاريع الأخرى، مثلا مقالات ويكيبيديا فكلها تحتاج إلى صور وتحتاج إلى فيديوهات يعني لإغناء المقالات التي توفرها، وأيضا مشروع مثلا ويكي داتا إلى آخره. يعني كل هذه المشاريع تحتاج إلى مكتبة ويكيميديا كومنز. يعني مع مرور الوقت يعني بدون شك هو أن المشروع سيعطي إضافة نوعية يعني كما يعلم الجميع، فمع مرور الوقت سيتم إنتاج تراكم، يعني التراكم الذي يمكن أن نصفه بالضخم جدا، وهذا التراكم مع مرور الوقت سوف يقوم بتغطية كافة المناطق وكافة الجماعات التي توجد في المغرب. سيد الحسين، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع المزيد من الأشخاص على المساهمة في توثيق المحتوى المغربي على ويكي كومنز؟ بخصوص مستقبل المشروع يعني سيكون من الجيد يعني تشجيع يعني سيكون من الجيد يعني القيام بحملات إعلانية لفائدة المشروع، ربما اللجوء إلى أعضاء مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب سيكون يعني اختيارا أولا. ثم أظن أنه يعني العمل على إدخال يعني العمل على القيام بحملات إعلانية خصوصا مثلا على فيسبوك يعني وكافة وسائل التواصل الاجتماعي. بهذه الطريقة يمكن أن ننجح يعني في جلب أشخاص يعني من مناطق يمكن أن نسميها مناطق هامشية يعني من حيث التوثيق، بمعنى أنها غير موثقة بشكل فعال. بهذه الطريقة يمكن أن ننجح يعني في إغناء حضور المحتوى المغربي على مشروع ويكيميديا كومنز. نعم سيد الحسين، هنا سأرجع معك إلى تجربتك في هذا المشروع. ما هي الأشياء التي تعلمتها؟ ما هي الأشياء التي اكتشفتها؟ خصوصا أنك قلت لنا أنه يصعب اختيار الأماكن أو زاوية التصوير. ما هي الأشياء الجديدة التي تعلمتها خلال هذا المشروع؟ يعني الشيء الأساسي الذي تعلمته من خلال المشروع التوثيقي هو صعوبة التقاط الصورة. يعني كي قد 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 يعني قد يظن الجميع بأنه التقاط الصورة يعني لتوثيق مكان هو أمر سهل، لكن اختيار المكان واختيار التوقيت واختيار يعني الكيفية التي سن يعني سوف نقوم بالتقاط بها هذه الصورة صعبة للغاية. يعني هذا هو الأمر الأساسي أو هذا هو الإشكال الأساسي الذي يعني صادفته خلال مساهمتي بهذا المشروع. والإشكال الثاني هو طريقة تنظيم المعلومات وطريقة تنظيم المعلومات على ويكيميديا كومنز أو طريقة تنظيم الوسائط على مشروع ويكيميديا كومنز. يعني تعلمت الكثير فيما يخص مثلا التصنيفات الموجودة على ويكيميديا كومنز، طريقة إنشاء التصنيفات، ثم أيضا يعني كمية يعني أصبحت لدي فكرة واضحة على كمية يعني
الوسائط التي تخص المغرب، يعني التي تخص المحتوى المغربي على الأساس، على مكتبة ويكيميديا كومنز. جميل جدا سيد الحسين، بعد تجربتك في هذا المشروع هل تخطط للاستمرار في المساهمة بصور ومحتويات أخرى على ويكي كومنز؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد الأخت لبنى، يعني كما أشار المتسابقون، يعني كما أشار الأخ مصطفى، يجب التشجيع، يعني أو يجب على الكل أن يقوم بالمساهمة على إغناء المحتوى المغربي، يعني في كافة مشاريع ويكيميديا، خصوصا مشروع ويكيميديا كومنز. يعني لذلك أظن أن الاستمرار يعني في تقديم صور، في تحميل صور على هذا المشروع، هو خطوة يمكن أن نقول بأنه لبنة أساسية في إغناء المحتوى المغربي، أو في إغناء حضور المحتوى المغربي على مشاريع ويكيميديا، مع العلم أنني كنت أشارك بصور، يعني قبل وجود المشروع التوثيقي، يعني كنت أساهم بصور، مثلا صور لي أستعملها في مقالاتي على ويكيبيديا الأمازيغية، وأشارك بها أيضا على مقالات في اللغات الأخرى، اللغة الفرنسية ثم اللغة العربية أيضا. يعني الاستمرار في تقديم صور هو أمر غير مشكوك فيه. جميل جدا سيد الحسين، هنا أود أن أسألك على مثلا مبتدئ لأول مرة يود أن يضع صورة على ويكي كومنز، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟ مثلا هل يجب عليه أن ينشئ حسابا؟ كيف يمكنه إدخال الصورة وجعلها متاحة للعالم؟ بداية استعمال مشروع ويكيميديا كومنز يعني ليس أمرا صعبا، وإنما هو يعني سهل جدا. الخطوة الأولى التي يمكن البدء بها، وهو إنشاء حساب على مشروع ويكيميديا كومنز. وفي حالة مثلا توفر المساهم على حساب ويكيميديا، ربما في مشاريع أخرى، مثلا إذا كان شخصا يساهم مثلا في ويكيبيديا، فيمكنه استعمال نفس الحساب على ويكيميديا كومنز. يعني طريقة إنشاء الحساب هي طريقة سهلة جدا، يعني لا تحتاج إلى الكثير من المعلومات، يكفي استخدام اسم مستخدم، يعني يمكن استخدام الاسم الأصلي أو اسم اختيار اسم مستخدم، يعني حسب الرغبة الشخصية. ثم المرحلة الثانية هو التقاط صور، يعني البحث التقاط صور أو التقاط أو العمل على إعداد فيديوهات أو ريبورتاجات تخص يعني مناطق محددة في المغرب. ثم المرحلة الثالثة هو القيام برفع هذه الملفات على مشروع ويكيميديا كومنز. يعني ملاحظة هنا بخصوص مثلا رفع الفيديوهات على المنصة، قد يواجه مشكل بخصوص مثلا يعني بخصوص صيغة الفيديو، يعني المشروع لا يقبل كافة الصيغ، يقبل فقط مثلا صيغة الفيديوهات بالأوجيجي. يعني يمكن لتجاوز هذا المشكل، يمكن القيام بما يسمى لا كونفيرسيون اون لين. ثم المرحلة الثالثة هو تصنيف هذه الصور أو تصنيف هذه الفيديوهات، يعني في التصنيفات المناسبة، يعني كي يكون من السهل على مرتادي مشروع ويكيميديا كومنس الولوج إلى هذه الموارد. شكرا لك سيد الحسين، ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقول لنا؟ آخرا وليس أخيرا، يعني المشروع التوثيقي هو مشروع يعني سيكون له الواقع الكبير، يعني مع مرور الوقت، يعني مع تراكم الصور، مع تراكم الفيديوهات التي تغني المحتوى المغربي على ويكيميديا كومنز. يعني بدون شك هذا المشروع سيكون له الواقع الكبير،
خصوصا على يعني على حضور المحتوى المغربي على مشروع ويكيميديا كومنز، او على او بحضور المحتوى المغربي على كافة المشاريع الاخرى مثل ويكيميديا ويكي داتا الى اخره. وبهذا اشجع الجميع على المشاركة بفيديوهات سواء في اطار المشروع التوثيقي الذي يعني الذي تصار عليه مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، أو عن طريق التقاط صور أو فيديوهات يعني بشكل شخصي مستقل عن المشروع. شكرا لك سيد الحسين على قبول الدعوة، شكرا لأنك كنت معنا في هذه الحلقة تجربة المشاركين في مختلف مشاريع ويكيميديا المغرب. شكرا على مساهماتك وعلى توضيحاتك. والآن سأنتقل إلى السيدة فاطمة ياسين، هي كاتبة مغربية فاعلة جمعوية عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب وبشبكة القراءة بالمغرب. سيدة فاطمة ياسين أهلا بك. أهلا أستاذة لبنى، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكر موصول كذلك لفريق ويكيميديا المغرب كل باسمه وصفته على تأسيس هذه المبادرة الجيدة للنشر والتعريف بالمحتوى المغربي حضارة وثقافة ومعرفة وإعلاما. أهلا بك سيدة فاطمة وشكرا على قبولك الدعوة. كيف تعرفت على المسابقة؟ هل عن طريق الفيسبوك أحد صفحاتنا؟ هل عن طريق الأصدقاء؟ هل يمكنك أن تحدثينا عن تجربتك؟ تعرفت على المسابقة في الحقيقة من خلال الإعلان الذي نشرته ويكيميديا المغرب وشبكة القراءة. وهنا في الحقيقة أتوقف لأشكر اللجنة التنظيمية على تتبعها للمشاركين وتأطيرهم، والشكر موصول للأستاذ رقي والأستاذ منير ندي والأستاذ رشيد كذلك على تتبعهم وعلى ملاحظاتهم الجيدة يعني والمرافقة والتأطير الدائمين، والذي في الحقيقة ساهم في إغناء تجربتنا وفي كذلك تحسين مستوى الأداء بالنسبة للمبتدئين، خاصة أن المسابقة كانت تستهدف مجموعتين أو مجموعات يعني الخبراء ومجموعات المبتدئين، وأنا كنت من مجموعة المبتدئين فاستفدت كثيرا من خلال التأطير، وكذلك استحسنت يعني الطريقة التي مرت بها المسابقة طيلة الشهر يعني شهر المسابقة. يعني نشكر الجميع على حسن التتبع، كذلك على سعة الصدر على الأسئلة الكثيرة التي كنا نطرحها، وكذلك على تحبيبهم لنا لهذا المجال الذي ليس هو كذلك كما سبقت الإشارة أنه ليس بالمجال السهل يعني تحرير على ويكيبيديا، ولكن يعني مهم جدا أننا أن نوسع دائرة يعني الاشتغال في هذا المجال ونعرف بإنتاجنا أو ببلدنا على كافة المستويات. فاطمة، كما نعلم أنت قارئة نهمة، قرأت عدة أعمال مغربية وعربية وما إلى ذلك، هنا أود أن أسألك عن كيفية اختيارك للأعمال التي اشتغلت عليها في إطار هذه المسابقة، هل هي اختيارات شخصية أم اختيارات المشرفين على المسابقة؟ نعم، السؤال جميل. فقط للإشارة يعني بداياتي في البداية كانت قبل المسابقة، كانت بدايات سابقة لهذا العمل بكثير، كما قلت مشكورة الأستاذة لبنى. أنا كقارئة أتابع دوما المستجدات على مستوى التأليف والنشر وأبحث عن الأعلام والمفكرين والكتب والكتاب، ومسألة البحث على ويكيبيديا كانت تستهويني بشكل كبير، ولكن كنت أجد صعوبة في التحرير. كانت المسألة البحث لا تتوقف، حيث يعني من بين الأشياء الجميلة في ويكيبيديا هي أن رابط يأخذك إلى رابط آخر وهكذا لا تنتهي رحلة البحث. حاولت التعديل في بعض المقالات قبل إنشاء حسابي الأول، للأسف كان ضاع لي حساب الأول وأنشأت خلال المسابقة حساب ثاني.
كما قلت يعني كنت أقوم بتعديلات طفيفة على مستوى اللغة، على مستوى التعبير، على مستوى بعض يعني علامات الترقيم. أجد بعض المقالات غير ليست بها فواصل ونقاط إلى غير، لا تحترم علامات الترقيم أو ما يسمى بلا بونكتياسيون، وبعض المرات الأخطاء في اللغة إلى غير ذلك. وكان ذلك يستفزني، أقول لماذا يتم إنشاء مقالات بهذا الشكل. وتساءلت مرارا كيف هل يمكننا أن نعدل، ووجدت تلك الإشارة لعدل، وحاولت قبل إنشاء كما قلت الحساب. حينما أنشأت الحساب في 2018 كان بسبب في الحقيقة بسبب الدعوة التي تلقيتها من شبكة القراءة، التي يعني هي جمعيتنا التي تعلمنا في حضنها العديد من الأشياء، وفتحت لنا آفاقا متعددة، منها الانفتاح على ويكيبيديا. كان أول عمل لي يعني في 2018، تلقيت مع الفريق مع فريق الشبكة يعني تكوينا في المجال، وكنت منبهرة بالعمل، وقد أنشأت أكثر من 8 أو 10 مقالات، منها حذف منها البعض، ولكن كانت هناك بعض المقالات التي هي ما زالت لليوم، منها مقالات عرفت أنا ذاك كذلك بالكتاب المغربي بالمرأة، بموضوع كان حول المرأة، وكان الكتاب المغربي بحنان درقاوي، يوسف الركاب، سامح درويش، العديد كذلك، محمد برادة. أنا من أنشأت له المقالة آنذاك، لم تكن لديه مقالة، محمد برادة الكاتب الكبير، والعديد من المقالات، وأعجبت بهذا المجال كثيرا. للأسف تم التوقف عن العمل مدة طويلة، ونسيت العديد من كيفية التحرير إلى غير ذلك، توقفت لأسباب عملية وكذلك انشغالات متعددة، وكذلك ما لم تكن هناك متابعة أو مواكبة حتى الإعلان عن المسابقة، وكانت هي فرصة أخرى لأعيد يعني الاشتغال في هذا المجال. وأنشأت مقالة مجموعة من التعديلات يمكنني أن أذكرها، يعني كان انطلاقا يعني اختياراتي شخصية، ولكنني وجدتها ضمن اللائحة التي قدمتها شبكة القراءة بالمغرب، وضعت لائحة يعني مشكورة، كان العمل جميل، لأن حتى لا تتكرر الأعمال أولا من جهة، حتى لا تتكرر الأعمال يعني أن نكتب كلنا في موضوع واحد، فكانت هذه كان هدف جميل هذا. وكذلك يعني استعانة يعني كتوجيه للمبتدئين حتى لا يتيهوا ضمن الكتب إلى غير ذلك، وكذلك الكتب التي لها ملحوظية، وهي من بين الأشياء التي عانينا منها، وهو يعني الحذف السريع. إذن اشتغلت على جيران أبي العباس للكاتب المغربي والمؤرخ المعروف والوزير وزير الأوقاف أحمد توفيق، جيران أبي العباس كنت قد قدمت فيها قراءة في مؤسسة تعليمية، وقلت لي ما لا أنا أضبط جيدا يعني الكتاب، فبالتالي وضعت له مقالة طويلة ولم يتم حذفها، الحمد لله أنها لم تحذف، وكانت هي المقالة أعتقد الثانية أو في اللقاء حذفت بعض الأشياء. وكذلك قمت بتعديلات متعددة، يعني اشتغلت على النبوغ المغربي في الأدب العربي، تعديلات متعددة، نساء على أجنحة الحلم، حكاية مغربية، سلطانات منسيات، نساء حاكمات في البلاد الإسلام، وشجيرة حناء وقمار، هذه تقريبا هذه هي الكتب التي تذكرتها الآن يعني خلال المسابقة. بعد المسابقة يعني تابعت كذلك الاشتغال، وخاصة في اللقاء الأخير اللي تلقيت فيه يعني تكوينا مع الفريق، كان يحضر معنا الأستاذ مشكور الأستاذ رشيد، كذلك أنشأت صفحة مرايا القراءة، وبما أن لها ملحوظية فأعتقد أنها يعني من حسن حظي أنها أحسنت الاختيار، فبالتالي ما تزال المقالة موجودة، وتعديل حول مواضيع متعددة، حول حيفا، رواية الصبار، انطلاقا يعني من استجابة يعني لما قامت به ويكيبيديا يعني دعما للقضية الفلسطينية.
هذا تقريبا بشكل موجز ما اشتغلت عليه. اختار الكتاب ما يعجبني، ولكن يعني استعنت كذلك باللائحة. شكرا. نعم، شكرا لك سيدة فاطمة. أولا نود أن نشكر شبكة القراءة بالمغرب على دعمها المتواصل لنا وعلى عملهم الجبار في إطار هذه المسابقة التي هي كانت بشراكة معهم، يعني نظمتها مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب بشراكة مع شبكة القراءة بالمغرب التي قلت وكما قال السيد مصطفى منو، شبكة القراءة فهي تجمعنا، هي الأم كما نقول دائما. سيدة فاطمة، تحدثت عن الصعوبات التي واجهتك أثناء الكتابة، ألا وهي مثلا الحد السريع، عدم ملحوظية بعض الكتب، لكن تحدثت أيضا عن إنجازاتك، فكما كنت تسردين قبل قليل كتبت قراءات على مجموعة من الكتب كنساء على أجنحة الحلم وما إلى ذلك. سيدة فاطمة، أنت كنت تتحدثين وكلك حيوية ونشاط، وتفتخرين بما قمت به كما نفتخر نحن أيضا بالعمل الذي تقومين به. هل هذه الصعوبات أحبطتك يوما، أم مثلا قلتي لن أكتب بعد هذا اليوم بعدما مثلا حذفت لك مقالة، خصوصا أنك إيجابية كثيرا بتحدثك عن المسابقة وعن الكتابة؟ لا عزيزتي، لا، في الحقيقة هو تحدي، يجب أن نتحلى بالتحدي. في البداية يعني حذفت لي مقالة كنت كتبتها بطريقة يعني خاصة. قرأت كتاب جميل جدا عن المغرب، عن تاريخ المغرب، وهو مايا صدى الجبال، كتبته بعد جيران أبي العباس، وكتاب جميل جدا. وكما أشار السيد مصطفى قبلي، يعني يحز في نفسك، خاصة أن الكاتبة لديها تقريبا 3 كتب، وكتب جيدة جدا، وربما لأنها ليست لديها جوائز، لم تحز أو لم تحصل على جوائز، فإن كتبها غير معروفة ربما، وليست لها ملحوظية. فالكتاب كان يعني أعجبني كثيرا، وأردت أن أشارك به بالرغم من ذلك، وحذفت المقالة في حينها بسرعة شديدة. حز ذلك في نفسي، ولكن قلت لا مشكلة، ربما لديها مشروع آخر، وربما سوف يعني ستصبح لها الملحوظية، أو ربما يمكن يعني كمطلب أو كملتمس يعني تغيير سياسات ويكيبيديا في هذا المجال هذا، لأن بعض الكتاب يستحقون، وبعض الكتاب كتبوا كتاب واحد، رواية أو روايتين، ولكن كتب جيدة جدا، فبالتالي أو مغمورين، يعني لم يشملهم أو لم يحظوا باهتمام الإعلام. مثلا أذكر في 2018 من بين المقالات التي كتبت عن صباطة، عبد المجيد صباطة، كان لديه آنذاك 3 كتب أعتقد، وكتبت مقالا جيدا وحذف، مجرد أن تقسمتهما حذف، وبالتالي كان ذلك يعني كان ذلك يعني لم شعرت بواحد الأسى، واحد الإحباط في حينه. وحتى المكاتب بنفسه قال لي أن ويكيبيديا يعني تنشر المقالات لكتاب أكثر لهم أكثر من 4 كتب حاليا، أعتقد، لا أدري إن كانت لديه صفحة أو لا، ربما إن لم تكن سأشتغل عليها، لأنه نشر 2 أو 3 فيما بعد. إذن هذه من الأمور التي تحبط، ولكن التحدي هو أن أعيد ثم أعيد ثم أعيد، حتى يعني نتعلم كيفية الحفاظ على مقالاتنا وعلى منشوراتنا. وكذلك يعني استفدنا من النصائح التي وجهها إلينا يعني في لجنة المسابقة، يعني أننا نبدأ بالتعديلات على كتب معروفة، حتى نصل يعني لأننا
لثقة يعني الإداريين أو المراقبين أو إلى غير ذلك، يعني أن حتى يثقوا في عملنا بعد ذلك يمكنك أن تنشر بالشكل الذي تراه مناسبا. يعني لابد من الصعوبات في البداية، هذا مسألة يعني الحذف. وبالنسبة لصعوبة أخرى أنا واجهتها كذلك، هي قلة أو عدم وجود المصادر والمراجع. يعني عادة تجد بعض الكتب يعني لم تسلط عليها الأضواء في الكتابات، يعني مقالات حولها إلى غير ذلك. هذه هي النقطة التي أريد أن أشارك بها. جميل جدا سيدة فاطمة، فقط للإشارة وأنت تتحدثين بحثت عن الكاتب عبد المجيد صباطة الذي نوجه له التحية من اللقاء، فوجدتها إنها موجودة لكن يمكنك إغناؤها والإشارة إلى كل أعماله، فإنها المقالة موجودة هنا. جميل جدا. جميل. هنا سيدة فاطمة، أود أن أسألك عن دور التحرير في الأعمال الأدبية المغربية، وكيف يمكن لعملية التحرير أو الكتابة حول الكتاب أن تساهم في تعزيز قيمة الكتاب؟ نعم، بالنسبة يعني لدور التحرير، أجد أن يعني دور التحرير في هذه الأعمال الأدبية المغربية، خاصة يعني في الإنتاج المغربي يعني الذي تشجعونه حاليا، فأنا أجد أن الدور الأساسي هو أولا التعريف بالنتاج الأدبي المغربي بكل أصنافه، يعني أن لا نقتصر في التعريف على صنف معين، أن ننوع في التعريف بهذا الإنتاج الأدبي المغربي وبكل الأجناس، يعني رواية، شعر، لأن ربما نسلط الأضواء على الكتاب على الرواية ونترك مجالات أخرى، مثلا المسرح يعني فنون أخرى، فن يعني الخط العربي أو الخط المغربي، الخط أنواع الخطوط كذلك، يعني فنون أخرى، يعني أن نسلط الأضواء على إبداعات متعددة. والمساهمة كذلك، دور التحرير يتجلى كذلك في المساهمة في توسيع دائرة القراء، لأن كلما وجد القراء يعني كيف ماذا أقول يعني وجد القراء دائرة يعني موسعة ومقالات متعددة، ربما تلبي احتياجاتهم وانتظاراتهم، ستتوسع دائرة القراء، يعني سنشجع القراء على أن يهتموا بالقراءة عبر ويكيبيديا. السؤال كيف يعني تعزيز قيمة النصوص، يعني عن طريق إبراز تنوع الإنتاج المغربي يتم تعزيز قيمة هذه النصوص من حيث اللغة، يعني كلما يعني حاولنا نشر هذا الإنتاج المغربي يعني بلغات متعددة، الدارجة، الأمازيغية، العربية، لغات أخرى، حتى قاع نعرف بالأدب بالإنتاج المغربي بلغات أخرى، والتركيز كذلك على الظواهر الراهنة لمسايرة هذه الحاجية القراء كما قلت، ومستوياتهم أيضا، لأن في حقيقة ما أعجبني بالنسبة للدارجة هو أن هناك قراء متعددون، خاصة حاليا الآن كل الفئات يعني لديها هاتف وتبحث عن ما تريد قراءته، وبالتالي ذوي المستويات الدنيا فبالضرورة أنهم يبحثون عن حاجيات وتطلع ومنتظرات وانتظارات باللغة التي يفهمونها، بالدارجة أو بلغة يعني عربية ولكن بسيطة يعني سهلة وممكن أن يقرأوا بها إلى غير ذلك. فكلما كان التنوع كلما أعطينا يعني ساهمنا في النشر. كذلك يعني التحرير الجيد قد يعزز يعني تأثير الكتب المغربية على الجميع بتكثيف النشر، بالتنويع دياله،
كما قلت قبل قليل براهينية المعلومات، يعني تكون المعلومات اللي هي يعني يفهمها القارئ، يعني لن نأتي بأشياء قديمة جدا وربما لا تصلح للقراءة ولن يفهمها القارئ. هذا بشكل عام، لا أدري إن كنت قد أجبت عن السؤال. نعم أستاذة فاطمة، أجبت عن السؤال. هنا فقط وأنت تتحدثين تبادر إلى ذهني سؤال كثيرا، أو لملاحظة كثيرا ما نسمعها نحن في الساحة الأدبية، خصوصا من بعض القراء الذين لم يكتشفوا بعد الأدب المغربي. كثيرا ما تجدهم يقولون صراحة ليس لدينا أدب مميز، و أم أدب ذو جودة. كثيرا ما نسمعها سيدة فاطمة، أليس كذلك؟ نعم، أكيد أكيد أكيد. هنا أود أن أسألك، هل في نظرك يمكن لهذه المسابقة، أو مثلا للتحرير حول الكتب المغربية وتعريف الناس عليها، بأن يساهم في إزالة هذه الإتيكات كما نقول عن الأدب المغربي؟ لأنه عندما أنا شخصيا كنت أقول ليس لدينا أدب، لكن عندما اكتشفت الكتاب المغاربة سواء القدامى أو الجدد، مثلا كمثال سباطة عن كتاب عن روايته ساعة الصفر، أو النيلة 42 وغيرهم من الكتاب، اكتشفت أن نعم لدينا أدب، لكن لا يتم التسويق له بالطريقة الجيدة. تماما تماما أستاذة لبنى، هذه نظرة كانت نظرة عامة حتى لدى المثقفين ولدى المتعلمين وفي الجامعات أيضا. مثلا كانت لدينا الشعب مثلا الأدبية غالبا ما ندرس، لأننا اطلعنا على كانت النهضة الأولى، كانت النهضة التي يعني كجيلي أنا انفتحنا على النهضة العربية، على الكتاب المصريين، على بيروت، لبنان إلى غير ذلك، ولم نلتفت إلى الكتاب المغربي. لذلك كان ذاك الكتاب الذي اشتغلت على التعديل فيه، اللي هو النبوغ المغربي، أعتقد عبد الله قنون، صحي لي لما نسيتش الاسم، النبوغ المغربي، جاء ليسرد يعني كل القضايا المتعلقة بالأدب، أن يعرف بالإنتاجات المغربية. وأنا أيضا خلال التعديل أدخلت تقريبا الفهرس ديال الكتاب للتعريف بالأدب المغربي، هو والكاتب سماه النبوغ المغربي. حاليا هذا فيما مضى، يعني لدينا كتب جيدة ورائدة، وكانت يعني كانت في مقام الكتب اللي كانت في عهد النهضة العربية. للأسف لم نكن نروج للكتاب المغربي آنذاك، وحتى في الجامعات كنا نشتغل على يتم الاشتغال على الأدب العربي المصري اللبناني كما قلت. ولكن حاليا حقيقة، وإن كان هناك أدب مغربي، كان قليل ونادر، بالإضافة إلى عدم نشره وتوسيع يعني تداوله. الآن حاليا هناك زخم كبير على مستوى الإبداع، وفي صفوف الشباب، كما هو الشأن بالنسبة لصباطة وآخر وطارق بكاري والعديد من الكتاب الشباب حاليا، يعني الذين أبدعوا بشكل كبير في هذا المجال هذا. والإنتاج المغربي يعني وفير جدا، وهذه المبادرة، مبادرة ويكيبيديا والتعريف بالإنتاج المغربي، فهي مبادرة رائدة جدا، أغنت وعرفت بهذه المسألة. وعلينا كمحررين في يعني كمحررين في ويكيبيديا أن نشتغل بشكل كبير على هذا النقطة، على هذه المسألة، وهي التعريف. ليس فقط ننوع الكتب، يعني من هو معروف فهو معروف، ونسلط الأضواء على المغمورين من الكتاب. لذلك يعني نلتمس من المسؤولين في ويكيبيديا يعني تيسير المعايير والملحوظية إلى غير ذلك، من أجل يعني توسيع النشر، والنشر الهادف بطبيعة الحال. هذه هي يعني النقطة التي يجب أن نشتغل عليها يعني مستقبلا. شكرا لبنى.
نعم سيدة فاطمة، فكما تحدثت فالأدب المغربي أدب غني جدا، وخصوصا مع كتابنا الشباب الحاليين، ذكرت السيد طارق البكاري والسيد الطاطا وغيرهم، صراحة يبدعون. أيضا سأذكر السيد نزار كربوط، وأيضا يبدع في الكتابة الأدبية. هنا سيدة فاطمة، أنت فائزة في المسابقة، هل يمكنك أن تحدثينا عن هذا الفوز؟ كيف تلقيت هذا الفوز، خصوصا أنه عندما تحدثت عن التحديات وعن الملحوظية وعن صعوبة إيجاد المعلومات حول الكتب، أيضا عن الصعوبات الأخرى التي واجهتها، كيف كان هذا الفوز أو كيف كان وقعه عليك؟ شكرا لبنى. يعني قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، ارتأيت يعني أن أنا أتحدث يعني في إطار يعني رفع هذا الفكرة عن أن ليس لدينا آداب، حتى أن بعض أن شبكة القراءة كذلك لها الفضل في التعريف بالكتاب المغربي من خلال جائزة الشباب، يعني أعطت الكلمة للشباب ليدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكانت فرصة للعديد من الكتاب الذين يعني فازوا بجائزة الشباب للقراءة عبر يعني الشبكة، فلها الشكر دائما. وكذلك هناك مبادرات متعددة انطلاقا من ما أصبح اليوم صراحة يتداول داخل الأوساط الثقافية، يعني تعدد على مستوى، وهذا ما نأمله، تعدد على مستوى الموائد المستديرة حول الأدب المغربي إلى غير ذلك، والتعريف بالمبدعين والكتاب في مناحي متعددة. بالنسبة لوقع الجائزة على نفسي، طبعا كل فوز هو جميل، ولن يكون وقعه إلا إيجابيا وجميلا كيفما كان، فهو مشجع ومحفز، وكذلك كانت فرصة لي لأقتني العديد من الكتب عبر هذه الجائزة، عبر قسيمة الشراء. كانت لدي لائحة من الكتب التي اشتريتها، وهي الآن يعني منها ما كنت قد قرأته عبر يعني بواسطة الPDF، ولكنني كنت أرغب في احتضان الكتاب وجعله ووضعه في مكتبتي، مثلا ككتاب العاقل كان يعجبني، يعني كتاب جميل جدا، وكذلك كتاب نظام التفاهة كنت قد قرأته وأردت أن أتوفر عليه، وهي مجموعة من الكتب. كانت الجائزة فرصة أنني اقتنيت خاصة الكتب التي ثمنها مرتفع قليلا يعني كان تحفيزا بطبيعة الحال، وكذلك الانفتاح على مجموعة من الكتاب الآخرين الذين لم يسبق لي أن قرأتهم، فكانت فرصة أنني اقتنيت كتبهم. شكرا يعني لويكيبيديا على هذه الجائزة الجميلة، وعلى التحفيز كذلك على مواصلة، يعني بفضل هذه المسابقة هذه استطعت أن أواصل الاشتغال على ويكيبيديا وأن أعيد، حتى أنني وإن أضعت حسابي الأول وكانت لدي مجموعة كبيرة من المقالات ومن التعديلات، لكن لا يهم، يعني لم تؤخذ بعين الاعتبار الحمد لله. كانت الجائزة يعني ابتداء من الفترة التي بدأنا الاشتغال عليها، فبالتالي ما اشتغلنا عليه لم يضع، ما يزال موجودا، ونأمل أن يعني آمل أن أغني كذلك ويكيبيديا بمجموعة من المقالات لكتاب وكاتبات وفي مستويات متعددة. كنت سأشتغل كذلك على الموضوع الجديد الخاص بفلسطين، فقط لدي بعض الانشغالات، إن شاء الله سأقوم بذلك لاحقا.
وهذا ما كان. أولا سيدة فاطمة هنيئا لك بالفوز في هذه المسابقة. هنا كنت أود أن أسألك، هل تخططين للاستمرار في المشاركة في مسابقات مشابهة أو توسيع مساهماتك في توثيق الأدب المغربي على ويكيبيديا؟ بالنسبة للمسابقات، إن كانت يعني مسابقات يعني تتوجه لمثلي فلما لا، طبعا يعني مسابقات لا يمكنها إلا أن تكون يعني مثمرة وجيدة، و يعني وتساهم في تحسين يعني أدائي، طبعا لما لا إن كان الوقت يعني يناسبني. بالنسبة لمواصلة العمل، فبالتأكيد سأواصل العمل بعد المسابقة. يعني اشتغلت على مجموعة من التعديلات، قمت بمجموعة من التعديلات وإن كانت طفيفة، وكذلك سأنشئ بعض المقالات مستقبلا إن شاء الله. يعني لدي مخطط حول واحد العديد من الكتاب والكاتبات، وسنستغل يعني الفرص أو المناسبات مثل مثلا شهر مارس والاهتمام بالمرأة يعني والقضايا النسائية، وأبحث عن نساء يعني فاعلات، نساء مغربيات يعني أترين يعني المجال، سواء في الإبداع أو سواء في الإبداع أو في مجالات أخرى، في مجالات حقوق النساء إلى غير ذلك. سبق لي أن اشتغلت على هذه المسألة، على حقوق المرأة، ولما لا يعني التعريف بمناضلات ومجالات متعددة. نعم، سأواصل إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سيدة فاطمة، ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ ما أقوله لكم يعني مهما قلت لن أوفيكم يعني حقكم، فقد فتحتم لنا مجالا لنشر المعرفة بتطوع، يعني أحييتم مسألة التطوع التي بدأت تنقرض، وانقرضت، إن لم نقل قد انقرضت، لم يعد هناك شيء بالمجان. فبالتالي العمل في ويكيبيديا بشكل تطوعي هو عمل جميل وهادف يعني ومشجع، خاصة أنك تشتغل في الظل، بمعنى أن اسمك غير ظاهر وأنك تسدي الخدمات للآخر. هذا ما يعجبني، خاصة تعرفينني جيدا أنني دائما أتوارى إلى وراء يعني الأضواء. فبالتالي العمل يعجبني كثيرا، ونساهم في نشر المعرفة في أبعادها المتعددة وتجلياتها، فهذا يعني لا يمكنه إلا أن يكون جميلا وهادفا وجادا. من هذا المنبر أشكر يعني الفريق الشاب الذي كما قلت في البداية أسس هذه المبادرة في المغرب، ويساهم في تطوير يعني ونشر كل ما يتعلق بالمغرب على مستويات متعددة، ثقافية وحضارية ومعرفية إلى غير ذلك، والتعريف بالرواد وفي مجالات متعددة. فشكرا جزيلا للفريق، وأتمنى أن أصبح يوما فاعلة يعني جيدة ومساهمة قوية في هذا المجال هذا. شكرا لك سيدة فاطمة ياسين، شكرا على روحك الجميلة وعلى تطوعك وعلى الإيمان القوي بقيمة التطوع وبنشرك للمعرفة والمعلومات. هنا سأنتقل إلى السيد الهاشم بن سلسال للحديث عن المشروع التقني. سيد هاشم هل تسمعني؟ مرحبا وسهلا اختي لبنى. اولا نقدم راسي، الاسم الهاشم بسلسان، مدرس عضو حديث العهد في مجموعه ويكيبيديا المغرب من السنه الفارطه، ومهتم بالمجال التقني بما فيه تطوير البوتات المسؤوله عن جوده محتوى المقالات. وتحت لي الفرصه كذلك ان اشارك في ورشات اخرى حال قراءه ويكيبيديا داخل
خلال الفصل والمشروع التوثيقي ديال الجامعات. أهلا بك سيد هاشم، هنا أود أن أسألك عن المشروع التقني لويكيميديا المغرب وما هي أهدافه، لأنه كثيرا ما يتبادر علينا تتبادر علينا هذه الأسئلة، كثيرا ما يسألنا المتابعين عن ماهية المشروع التقني. صحيح، باش نحيدوا هذا الغموض هذا على المشروع التقني. المشروع التقني نسخة 2023 كتسهر عليه مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، وكينشطوا فيه، وماشي غير فقط خاص بهذه السنة هذه، فعندهم امتدادات أخرين تاع السنوات المقبلة لحدود 2026. يعني كما قلت، هو واحد المشروع اللي كتسهر عليه مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، وكينشطوا فيه 5 ديال الأعضاء تحت إشراف منسق الفريق اللي هو منير عفيفي، اللي كنوه به في هذا المنبر هذا، والدور الكبير اللي دار، حيت كان كيزوج ما بين مهمتين، مهمة التنسيق والمشاركة في المشروع في نفس الوقت. فصراحة كان صعيب، داكشي علاش قلت أنه يعني هذا، يعني هذا المزاوجة ما بين التنسيق والمهام التقنية كيحتاج واحد المجهود جبار. أما بالنسبة للغرض الرئيسي منه، كان هو تطوير البوتات والأتمتة ديال المهام المتكررة، يعني الأوتوماتيزاسيون دي تاش ريبيتيتيف، وكذلك تطوير القدرات التقنية للفريق المستخدمين. ما نساوش تحسين نوعية وكمية المحتوى اللي هو هدف محوري، وتحسين الجوانب التقنية ديال User experience، تجربة المستخدم. نعم سيد الهاشم، هنا أود أن أسألك عن كيفية العمل في هذا المشروع، كيف يتم العمل، كيف تعملون عليه وعلى إنجاحه؟ بالنسبة لهذا المشروع، ذكرت قبيلة يعني المحاور ديالو، كتخلي لها اجتماعات دورية باش يعني يتم الوقوف على مدى الإنجاز وتقديم الملاحظات. الصراحة الفرق كان في المستوى، في ناحية ديال المساعدة وتقديم الملاحظات ومعالجة يعني الصعوبات اللي كتواجهنا حنا كأعضاء. كاينين جوج ديال المجالات الرئيسية. المجال الأول صقل وتطوير بوتات جديدة لزيادة تعزيز جودة المحتوى وكفاءة التحرير. المحور الثاني إنشاء المحتوى، فبالمناسبة تم الإضافة ديال 2555 مقالة آلية جديدة، و7823 عنصر جديد على ويكي بيانات. هذا الشيء راه يعني إلا جينا نديرو واحد التقييم، غنلقاو بأنه تجاوز بشكل كبير الأرقام المستهدفة. سيد هاشم، من خلال هذه الإحصائيات التي قدمتها لنا صراحة تبادر إلى ذهني سؤال أجده يلح علي ويجب علي أن أطرحه عليك، وهو هل يمكن لهذه البوتات أن تعوض المستخدم العادي؟ صراحة هذا واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف. البوتات اللغوية يمكن لها تنتج نصوص بشكل آلي، ولكن الجودة تعتمد على الغرض والسياق. يمكن لهذه البوتات أنها تصوب لنا مقالات بواحد الشكل جيد في بعض الحالات، ولكن المشكلة كتفتقر لبعض الجوانب اللي كيقدمها الإنسان، بحال الإبداع والفهم العميق. البوتات كتعتمد على البيانات اللي دربناها عليها، يعني ما يمكنش لهذا البوت هذا مثلا يمتلك واحد التجربة شخصية وفهم عميق. ربما يقدر يكون هذا الشيء ممكن مستقبلا مع يعني الإكثار من النماذج اللي كنستعملوها في التدريب. ربما النتائج بعض المرات كتكون، يقدر تكون مرضية، يقدر تكون متوسطة على حسب الكم ديال البيانات ديال التدريب. ولكن دائما دائما كنحتاج للتحقق من الدقة والموثوقية، يعني ضرورة التدخل ديال الإنسان، خاصة إذا كانت الجودة مهمة. في النهاية كنقول باللي خص يتدمج التدقيق البشري مع هذه الخدمة هذه اللي كيقدموها البوتات، باش نضمنوا الجودة والدقة المطلوبة. هنا
سيد هاشم، أود أن أسألك عن هذه البوتات، هل يمكن أن تنشئ لنا مقالات ذات جودة كالتي ينشئها الإنسان؟ لأنه كما تحدث هي قد تنشئ لنا مقالات لغوية، لكن يجب على الإنسان أن يتدخل من أجل تصحيح الأخطاء الإملائية وما إلى ذلك. في نظركم هل يمكن لهذه البوتات أن تعوض يوما أن تنتج مقالات ذات جودة عالية كالتي ينتجها الإنسان ذات يوم؟ فسبق لي قلت باللي البوتات كتنتج نصوص بواحد الشكل آلي، لكن الجودة كما سبق لي قلت كتعتمد على السياق والغرض، يعني الهدف الأصلي من هذه العملية. البوتات كتفتقر لبعض الجوانب اللي كيمتلكها الإنسان من قبيل الإبداع والفهم العميق، وكتعتمد كذلك على البيانات التي تم تدريبها عليها. يعني ما يمكنش ليها تمتلك واحد تجربة شخصية ولا واحد فهم عميق، وغادي تحتاج للدقة والموثوقية. يعني هنايا كنستحضروا الأهمية ديال تدخل الإنسان في عملية التدقيق. يعني خلاصة القول، خص ضروري من تدخل بشري، في نفس الوقت نستفدوا من هذا المزايا اللي كيقدموها البوتات. نعم سيد الهاشم، هنا أود أن أسألك عن البوتات التي قمتم بتطويرها والعمل عليها. البوت هو واحد الوحدة مستقلة في ويكيميديا، يعني ما كيتمش الإنشاء ديالو في وسط ويكيميديا، كيكون خارجي. الغرض الواحد منه هو منح الوصول للنصوص وتحرير الصفحات على مشاريع ويكيميديا. كاينين بوتات اللي مكلفة بالمهام الإدارية بحال أمغربوت على ويكيبيديا بالدارجة، كاين كذلك بي جي في بوت والدارجة بوت اللي هي بوتات قديمة ولكن لا زالت قيد التطوير، وكاين البوت اللي صراحة هو اللي كنشتغل عليه شخصيا اللي هو صاحب بوت اللي مكلف تصحيح المعلومات المتعلقة بالبشر من قبل تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، بلد المنشأ، ومعلومات أخرى قيد التطوير. نعم سيد الهاشم، برأيك كيف يمكن للأفراد المهتمين بالتقنية المساهمة في هذا المشروع، وما هي الخطوات أو المهارات اللازمة للمشاركة فيه؟ المجموعة دائما كترحب بأي شخص بالإمكان ديالو أنه يقدم واحد الإضافة نوعية، خصوصا في مجال البرمجة والتطوير، وأخص بالذكر لغة البايثون اللي هي واحد اللغة عليها واحد الطلب بزاف بفضل التطور التكنولوجي اللي تلقاتها برامج الذكاء الاصطناعي، واللي كتستخدم في نطاق الكتابات، تحرير، معالجة اللغات الطبيعية. المشروع التقني خطوة مهمة باش أن الإنسان يعزز القدرات التقنية ديالو، وهذا الشيء غيمهد لمساهمات أكثر كفاءة وتنوعا في مشاريع ويكيميديا. نعم سيد هاشم، كما تعلم أنت قد حصلت على منحة من أجل الحضور إلى أحد المؤتمرات الخاصة بالمشروع التقني، هل يمكنك أن تحدثنا عن هذا المؤتمر وكيف تمكنت من الحصول على هذه المنحة؟ المؤتمر هو ويكيميديا هاكاطون اللي غادي يتنظم في إستونيا في شهر 5 من 2 حتى ل 6، واللي صراحة نمني النفس بالحضور الفعلي. غادي نكونوا يعني مع واحد مجموعة من الناس اللي عندهم اللي أشخاص اللي عندهم كفاءة وعندهم مهارات اللي يمكن أننا نتقاسموا معهم ويشاركوا معنا ونشاركوا معهم ونشتغلوا الجميع يعني في المشاريع المتاحة. هذا المشروع هذا غيسمح لنا نتعرفوا على ناس جداد، نستفدوا منهم، وديك الاستفادة يعني تعكس
فهذا الشيء اللي كنشتغلوا فيه في المحتوى ديال ويكيميديا اللي كتسهر عليه مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. نعم سيد الهاشم، فالمؤتمرات هي دائما ما تكون فرصة لصقل المهارات، تعلم أشياء جدد، والتعرف أيضا على الأصدقاء، وتوسيع رقعة العمل كما يقال. هنا سيد الهاشم أود أن أسألك عن هذا المشروع، كيف ساهم في تطوير مهاراتك التقنية ومعرفتك بأتمتة المهام وتطوير البوتات؟ هذا المشروع كان فرصة حقيقية لبلورة المهارات المكتسبة في مجال البرمجة، وخصوصا في واحد الموضوع اللي هو حديث الساعة اللي متعلق بالذكاء الاصطناعي، لغة البايثون. الصراحة تعلمنا بزاف، وكن نشكر السي منير عفيفي اللي اشتغل معنا، يعني بدينا بمراحل. كانت في الأول واحد المرحلة ديال التعلم، من بعد بدينا مرحلة بمرحلة، كيفاش تصوب بوت، طلب صلاحيات، الاشتغال على المقالات. كانت صراحة واحد التجربة اللي هي مفيدة. قبل الاستمرار أود أن أشكر السيد منير عفيفي، الذي كما نعلم جميعا هو أحد أعضاء مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب، والذي لا يبخل علينا بالإجابة عن تساؤلاتنا وعن المساعدة أيضا، فكل الشكر والتقدير للسيد منير عفيفي. هو أحد الأعضاء كما قلت الذين يشتغلون على المشروع التقني وأيضا عن ويكيبيديا الدارجة. هنا السيد الهاشم، ما هي أبرز المبادرات التقنية التي تم تنفيذها في إطار هذا المشروع؟ هذا العام كاينين جوج ديال بوتات جديدة اللي هي نشيطة. كاين أم غربوت وصاحبوت اللي كنشرف عليه شخصيا، وكاين بوتات أخرين، أمازيغ بوت وبوت فوناس، اللي هما جوج بوتات كيشتغلوا على ويكيبيديا بتشلحيت. كان كذلك كما سبق لي وذكرت الإضافة ديال عناصر جديدة في ويكي بيانات، وكاين مجموعة من المشاريع اللي هما دي زونفيزاج من هنا ل 2026 اللي حنايا حاليا كنشتغلوا عليهم. مثلا كاين واحد لاطاش ديال تكست تو سبيتش، يعني نحولوا النصوص المقروءة لمقالات مهضورة. الصراحة غادي يكون واحد الطفرة نوعية في هذا، يعني في هذا المشروع التقني، ممكن أنه يزيد يرفع من الجودة ديال المقالات. نعم سيد هاشم، صراحة من بين الأشياء التي أثارت اهتمامي وربما ستثير اهتمام المستمعين أيضا هي أسماء هذه البوتات، فنلاحظ فيها ذلك كما نقول تم غرابيط، لأنه عندما تقول مثلا بوتات بالدارجة، أنغار، بوت فوناس، هذو كلهم أسماء مغربية أمازيغية. كيف جاءتكم هذه الفكرة في التسمية؟ لأنه كثيرا ما نجد الأشياء كثيرا ما تسمى بلغات أخرى ليست اللغة المغربية أو الأمازيغية، فلماذا اخترتم هذه الأسماء؟ اول حاجه حيت كان الهدف هو تحسين المحتوى المحلي، يعني ما خصناش يعني اننا نساو من هذيك الهوة المغربيه اللي حنايا كنتشبعوا بها. كان لزاما علينا اننا نبداو هذا الولاء هذا، يعني بهذوك بدايه بالاسماء ديال البوتات، بعد ذلك كنجيو نشتغلوا على الدقه والتحسين والإنشاء إلى آخره. سيد الهاشم، صراحة أحييكم على هذه الفكرة وعلى تشبثكم بالثقافة المغربية وبالهوية المغربية. هنا أود أن أسألك عن الصعوبات أو التحديات التي تواجهكم في إطار المشروع التقني. بالنسبة للصعوبات والسادة، كان أبرزها هو الدارجة
يعني كلهجة كلغة في نفس الوقت، يعني ما كاينينش شي معايير اللي هي موحدة. مثلا كتجي تشتغل على صحيح الأخطاء الإملائية، ما كتكونش عندك واحد لا ريفيرونس باش ترجع لها. وصراحة سبق لينا ناقشنا هذا الشيء مع الفريق ديال المشروع التقني، وبالمناسبة كانت واحد النقطة اشتغل عليها عبد الإله اللي هي ويكي قاموس، فممكن من هنا مثلا لقدام انه يوليو عندها الدارجة، يوليو عندها معايير حتى هي، ويمكن انه تحل واحد المجموعة كبيرة من المشاكل. نعم، تحية أيضا للسيد جلال عبد الإله الذي يشتغل في إطار هذا المشروع. تحية لكل من يشتغل عليه، سواء عبد الإله، السيد هاشم، السيد منير عفيفي، وأيضا السيد زكريا. شكرا على مجهوداتكم الجبارة في الاشتغال في هذا البرنامج. هنا سيد هاشم، ككلمة أخيرة ماذا يمكنك أن تقوله لنا؟ اللي يمكن نقول اي واحد اللي بالامكان ديالو انه يقدم اضافه نوعيه ل يعني الويكيبيديا ولا ويكيميديا بشكل عام، فما يترددش ويحيي فيه كما قالت الاستاذه قبل قليل الاستاذه فاطمه ياسين، حيوا فيكم ديك روح التطوع. اي واحد بامكانه انه يقدم شي حاجه اللي غتفيد الاخرين ما يترددش. أخص بالذكر مثلا الناس اللي عندهم معارف تقنية وبغاو البلورة ديالها وأنها تبان في واحد العمل اللي هو حقيقي، فويكيبيديا أو ويكيميديا أرضية خصبة لهذا المبتغى ديالهم. والخريجين الجدد كذلك ممكن أنهم يشتغلوا على هاد لي توندونس الجداد ديال الذكاء الاصطناعي، معالجة اللغة الطبيعية، هذه تقدر تكون فرصة لهم باش يلتحقوا بهذه المجموعة ديال المشروع التقني ويقدموا الإضافة. شكرا لك سيد هاشم على حضورك معنا، وشكرا على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في إطار المشروع التقني الذي تشتغل عليه مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. أعزائنا المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شكرا لكل من استمع إلينا ووصل لنهاية الحلقة. كنتم مع الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامجكم ويكي بودكاست. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات. شاركوا الحلقة مع أصدقائكم، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم، ونلقاكم حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيوف جدد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.